اليوم في فيديو لتركي مع سكين وقاعد يهدد الخليجيين، خليجيين قاعدين على الطاولة. لكن قبل لا أبدأ، ليش بعض الأتراك يعني عندهم حقد على العرب؟ أنا لفت انتباهي واستغربت وقاعد أضحك بنفس الوقت. اللي الخليجي اللي قاعد وراه التركي اللي معاه سكين، يعني هل هو هذا الرجل يعني إنه ما يلتفت ورا للتركي وعادي عنده قاعد ببرود أعصاب ولا كأنه في شيء ولا كأنه التركي معاه سكين ومستعد إنه يطعن فيه؟ هل هي شجاعة أو بلاده مع 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 احترامي له أو هرمون الخوف هذا ما هو متواجد عنده؟ أنا والله العظيم ماني عارف، يعني قاعد ويسوي كذي ما درى عنه ولا حرك شعره فيه. زين، ليش الأتراك حاقدين على العرب؟ شوف، الأتراك عندهم تعصب للعرق، العرق التركي. في عرق فارسي، في عرق مثلا شيشاني، في عرق عربي، في تعصب، في ناس متعصبين مثلا للعرق العربي قبل القوميين وغيره، مثل الآن اللي تعصب لقبيلته عند حمية، في ناس تتعصب للعرق التركي. زين، ليش تركيا دولة قبل تقريبا أكثر من 100 سنة كانت دولة العثمانية؟ سقطت الدولة العثمانية 1922 على يد مصطفى كمال أتاتورك. الدولة العثمانية استمرت في الحكم تقريبا 600 سنة، كانت من أقوى دول العالم، أو هي الدولة القوية الوحيدة ممكن اللي في العالم. كانت دولة قوية جدا، يعني تخيل، يعني ألبانيا هذه اللي نشر فيها الإسلام الأتراك، البوسنة نفس الشيء، عندك تقريبا على أيام القانون سليمان كانت محتلة تقريبا في أجزاء من النمسا. دولة ممتدة، يعني عندك من المغرب العربي إلى غرب الصين، دولة كبيرة جدا ودولة قوية. لكن هم متحسفين على هذه الدولة، يقول يعني لو مثلا يقولك يجيك واحد يقول والله احنا قبل 100 سنة كنا أقوى دولة في العالم وكذا، وكنا احنا اللي مسيطرين على دول العالم كذا، فطبيعي انه يكون عنده تعصب، انه عنده عرق، عنده يعني غيرة على العرق التركي. شغلة ثانية، الأتراك بشكل عام، زين، يعني غالبية الأتراك أو العرق التركي هو حار عصبي، بسرعة يعصب وبسرعة يغضب، أي شيء يزعله على طول وتلقى وجهه محمر. خلنا نرجع للدولة العثمانية اللي سقطت 1922. شوف، ترى الدولة العثمانية كان عندها يعني معارك كبيرة مع دول كبرى، دول عظمى، كانت عندها معارك مع فرنسا ومع بريطانيا. يعني في معركة اسمها جناق قلعة، هذه بريطانيا وفرنسا ضد الأتراك، كانوا بيسيطرون على اسطنبول، فازت فيها الدولة العثمانية، ولها معارك كبيرة مع الدول العظمى، معارك مع روسيا، معارك مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الدول العربية. ترى الباشات في مصر، ترى تقريبا الباشوات يعني قبل أكثر من 100 سنة كان الطربوش التركي موجود في مصر، يعني حتى قبل سقوط الدولة العثمانية وبعد سقوط الدولة العثمانية عندهم معارك، يعني أشهد يعني للعرق التركي بالشجاعة والقوة والحمية لهذا العرق. عندكم مثلا معركة كوت العمارة، معركة كوت العمارة الأولى، فازوا على البريطانيين، على حكومة بريطانيا الشرقية. حكومة بريطانيا، كانت بريطانيا عندها حكومتين، كانت بريطانيا الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، كان عندها حكومة بريطانيا الشرقية اللي في الهند، والحكومة بريطانيا اللي في المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا العظمى. الأمر الثاني، وهو أمر صحيح ترى، أن العرب ساهموا في إسقاط الإمبراطورية العثمانية. الدولة العثمانية كانت مسيطرة على تقريبا غالبية الدول العربية. الثورات العربية ساهمت في إسقاط الدولة العثمانية، يعني عندك مثلا الملك عبد العزيز كانت بريطانيا تدعمه، يعني كان فيه لقاء تلفزيوني شايب يقول منين تجيكم الأسلحة، قال من الكويت، الكويت تزخنا بالأسلحة.
الكويت كانت يعني عندها محمية بريطانية في الكويت، وكانت تحت كانت هناك اتفاقية ما بين الكويت وبريطانيا سنة 1899، فكانت تزخ الملك عبد العزيز بالأسلحة، حتى أن في بعض المعارك الأخيرة يعني الطائرات البريطانية تساهم في المعارك، حتى في معارك الكويت، أعتقد في معركة الجهرة ومعركة الرقعي، يعني شافوا الطيران فوقهم قال إحنا معانا سلاح بندق أبو طلقة واحدة، شو اللي يعني راح نخلينا نفوز على الطائرة اللي فوقنا. فالدول العربية ككل كان عندها ميول لبريطانيا ضد الأتراك لأسباب كثيرة، يعني كانوا الأتراك يعني يسحبون من ثروات الدول العربية، يعني حتى في يعني عرب كانوا يشاركون في معارك ضد روسيا وضد بريطانيا، كانت معارك كثيرة للدول العثمانية ضد روسيا، جورجيا، كازاخستان، قرقينستان، أرمينيا، أذربيجان، هذه كلها كانت تبع الدولة العثمانية، وبعدين أصبحت أصبحت مع روسيا، روسيا احتلتها. حتى أنا مرة كنت بتركيا وكان قاعد يقول أنتم شلون أنتم خيانات، ما أدري شو يقول، جاء واحد وترجمني قال أنتم يقول كنتم العرب خنتونا كمسلمين ورحتم مع بريطانيا. زين حاليا في الوقت الحالي، شوف حاليا بالوقت الحالي زين في بعض مثلا اللي طلعوا من الدول العربية مشاكل في بلادهم، مثلا اللي بالسوريين، فقاموا يأخذون وظائف الأتراك، هذه شغلة. الشغلة الثانية قاموا يعني مسكوا محلات الأتراك وقاموا يبيعون بسعر أعلى، فيقول هذا الحين قبل يعني كان ضد الدولة العثمانية والآن جاي عندنا الآن ماخذ وظائفنا ويرفع علينا الأسعار وغيره، وأسعار يعني صارت أسعار جنونية، يعني من الآن اللي قبل 3 سنوات تقريبا الأسعار تضاعفت 3 مرات في تركيا وزاد التضخم ونفس الرواتب في تركيا. في سبب ممكن يكون هذا السبب الرئيسي، هو سياسة أردوغان. صراحة سياسة أردوغان مع روسيا ومع إيران ومرة مع الناتو ومرة مع كذا، فالولايات المتحدة الأمريكية يعني عندها عقوبات، أقل عقوبة ممكن الولايات المتحدة الأمريكية تدمر هذا البلد، تمنع عن الدولار أو تقلل الدولار. شو يصير؟ يصير عندك قلة العرض في للدولار وزيادة الطلب، فشي يصير بالليرة التركية تنهار. نفس الآن الحين في إيران، إيران ما عندها عقوبات من الأمم المتحدة، عندها عقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية. شوف التوان الإيراني إلى الآن وصل إلى وين، أو هو قاعد يقول أنتم بنفس الوقت أنتم متفقين مع أمريكا هذا على أساس أنكم تدمرون اقتصادنا، معنى أنك أنتم متفقين مع الولايات المتحدة الأمريكية أنكم تمنعون الدولار عنا على أساس أن اقتصادنا ينهار. وفي أمر السياح الخليجيين لما يجون شهر يعني بالصيف شو يسوون في بعض المناطق السياحية أو تسوق، عندهم قوة شرائية، فشو يسوون؟ يغلون الأسعار على الأتراك. فهذه تركي ينقهر يقول أنا قبل مثلا أشتريه بسعر الفلاني، لا هذول الخليجيين لما جم عندهم قوة شرائية رفعوا الأسعار علينا. الشغلة الثانية أنه كأنه قاعد هو ينظر إلى أنتم يا الخليجيين لما قاعدين تجون تركيا قاعدين تقطون علينا أموالكم، يعني كأننا إحنا فقراء وأنتم قاعدين يعني تعطونا من الأموال اللي عندكم، مع أن هذه سياحة ما فيها شيء، يعني تقريبا تركيا تطلع أكثر من 100 مليار دولار سنويا من السياحة، يعني هذا تقريبا يعني تقريبا نصف ميزانية الكويت. وفي أمور أخرى كثيرة، يعني مثلا الآن زعلانين يقول ليش أردوغان قاعد جنس العرب، هذولي مثلا خانونا قبل وكذا وانت كفا، فهذا العربي الآن انت بتجنس، الآن في تجنيس، يعني تقريبا اللي عنده أموال في تركيا أو عنده عقار وكذا يتم تجنيسه. نفس الشيء قاعد يقولون انت ليش تجنس هذولي، احنا العرق الأفضل منهم، احنا عرق التركي من العرق النازي اللي يشوف انه هو الأفضل عن الأعراق الأخرى. في الوقت قاعد يقول أن هذول الأتراك العرب إحنا ما نبيهم بلادنا لأنهم ممكن يأخذون الجناسي وبعدين يسيطرون على الدولة، لأنهم ينجبون أطفال أكثر منا. فهذا أنا اعتقادي ليش الأتراك